السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة افيتو كينيتخا للعقار. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لابارتومون بثمن 27 مليون، وفعلا ابارتومون جد رائعه ولا فينيسيو. غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا شقه اللي بزاف ديال الناس يقلبوا على هذا النوع ديال الشقق وما عرفوش الوجهه او فين غادي يقلبوا. اذا مع افيتو كينيتخا للعقار دائما غادي يجيبوا لكم الجديد، وما تنساوش تخليو اشتراك باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا فورا النزول ديالو على القناه ديالنا. اذا بسم الله غادي نبداو في التفاصيل ديال هذا الابارتمون. هذه هي في الحقيقه هي ابارتمون جات سفليه في واحد العماره ار بلس 3، وبالنسبة للمساحة ديالها تقريبا واحد 60 متر. لا فينيسيو ديالها جد مذهل كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة. بالنسبة لعدد الغرف ديالها، الغرف جات بغرفة واحدة ولكن فيها صالون كبير كما كتشاهدوا، صالون وسيجور. بالنسبة للسيجور هو هذا، يعني حتى في السقف كنلاحظوا بأن حتى في القبص يعني بحال قلنا كتبين مساحه ديال السيجور من خلال الشكل ديال القبص. والمطبخ هنايا ها انتم كي كتشوفوا المطبخ ومعاه لاكور ديالو اي الضوايا. المطبخ اللي جا ايكيبي مطبخ اللي صراحة متناسق في الألوان ديالو، هذه الضوايا تحتها هي نقدرو نستغلوها بشتى الطرق، يعني ممكن أنها تغطى حيت كيبقى بأن السطح مساحة مشتركة، يعني راه عندك النشار ديالك في السطح وعندك ليسباس ديالك في السطح، دونك تقدر مثلا في عوض ما غادي تنشر في هاد الضوايا هذه ممكن انك تستغلها وتسدها وتقدر تجلس فيها، تقدر ديرها كغرفه صغيره زايده. بعد ما شفنا المطبخ والصالون والسيجور كيف ما لاحظتوا ليسباس ديال السيجور تيبقى هنايا، غادي نتجهوا نشوفوا الحمام. ونزيدكم بان عدد السكان ديال هاد العماره ماشي بزاف، العدد الإجمالي ديال عدد سكان هذه العمارة هذه هو 8. أما بالنسبة للعنوان، هذا لابارتمون جات في مدينة القنيطرة، تحديدا جات في تجزئة أليونس المهدية. وتجزئة أليونس كيف ما كيعرفوا بزاف ديال الناس بأنها تجزئة اللي صبحت كتحمل مواصفات ديال العيش الكريم، يعني غادي تلقى فيها أي حاجة اللي غتخليك تعيش وانت مرتاح. كنقصد المرافق والمدارس الأسواق والنقل، يعني أي شيء يسهل العيش وراحة الناس. إذا هذه هي الغرفة اللي ذكرتها، وما تنساوش بأن هذا السفلي يعني راه كيشوف مباشرة للشارع، بمعنى أن راك كتشوف لاحظتو يعني جات في شارع اللي كطل نتايا على الشانطي، يعني ما جاتش داخله في الدرب، يعني جات على القدرون. تنظن بان معلومات كافيه، واللي ما فهم شي حاجه ولا بغى شي معلومه اخرى ما ذكرناهاش ما زعما ما يترددش يتصل على الرقم اللي غيظهر له اسفل الفيديو، وحنا دائما حريصين على اننا
وغنكونوا حريصين على اننا غنجيب لكم دائما الجديد وشققنا في المتناول. وحنا دائما مع الدرويش كنقلبوا على العروض اللي كتناسب الجميع. داكشي علاش ما تنساونيش من الاشتراكات ديالكم، خصوصا وان هذه القناه في البدايه ديالها محتاجه للدعم منكم باش دائما ان شاء الله نستمروا ونجتهدوا اكثر، حيت البحث راه ماشي سهل. كنبحثوا على المقاولين اللي كيجيو بواحد عروض مثاليه وكيكون عندهم لافينيسيو زوين باش ان شاء الله تنال الرضا ديالكم. لابارتمون كيف ما لاحظتوا زعما لابارتمون فينيا مزيان يعني بدون نقاش، فقط والثمن ديالها 27 مليون. يعني اللي مهتم بهاد لابارتمون راه مازال متوفره وكاينه، يتواصل معنا كيف قلت لكم على الرقمين غنظهر لكم اسفل هذا الفيديو. وبقى لي الا نخليكم ان شاء الله على امل اللقاء بكم في فيديو اخر ان شاء الله من الفيديوهات المقبله على قناتكم افيتو ايموبيلي القنيطره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.